الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى على مستوى الجمهورية. إلزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. إجراءات مشددة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش. بانوراما إخبارية تأتيكم عبر شاشة النيل، أهلا بكم. وإلى تفاصيل الأنباء، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث إنها أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور 2019 استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسي التي تنتهجها الدولة المصرية. دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جموع الشعب إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به البلاد والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية. جاء ذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي 11 بمدينة الشيخ زايد. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاستحقاق الدستوري يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع هي مجلس الشيوخ ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع بمختلف توجهاته وأطيافه بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في مصر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء من غرفة العمليات مراسل النيل هشام حامد. هشام، متابعاتك للمشهد الانتخابي منذ فتح لجان الاقتراع. نعم، يعني غرفة عمليات مجلس الوزراء ما زالت تتابع على مدار الساعة العملية سير العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ 2020. تقارير الواردة لغرف العمليات أن اللجان فتحت في موعدها في تمام الساعة 9 صباحا دون أي معوقات أو مشاكل. حتى الآن لم ترد شكاوى تعوق سير العملية الانتخابية بكل سهولة وانسيابية حتى اللحظة. طبعا يعني غرفة العمليات مجلس الوزراء تتابع سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات 27، وذلك لرصد أي معوقات أو مشاكل تواجه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم والعمل على حلها بأقصى سرعة. أيضا غرفة عمليات مجلس الوزراء والمشكلة من كافة الوزارات والجهات المعنية يعني لديها فرق رصد ميداني في كافة المحافظات لرصد المشاكل والعمل على حلها
أيضا يعني غرفة العمليات تقوم برفع تقارير دورية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول. أيضا هناك يعني غرفة العمليات يمكنها استقبال شكاوى من الناخبين فيما يتعلق بالصعوبة في الإدلاء بعملية التصويت على الخط الساخن 16528 والعمل على حلها من قبل غرفة العمليات عبر توجيه الجهات المعنية للعمل على حل هذه المشاكل. طبعا كما ذكرتم في الخبر يعني رئيس الوزراء خلال إدلاء بصوته في الانتخابات في الصباح في الشيخ زايد دعا جموع المواطنين للمشاركة بفعالية وكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري، وذلك حتى يتم تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان ويتكامل مجلس الشيوخ مع مجلس النواب لتوسيع القاعدة الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية في مصر. نعم، بشكرك شكرا جزيلا هشام حامد متابعا لفعاليات هذا اليوم والاستحقاق الانتخابي من غرفة العمليات بمقر مجلس الوزراء. أدلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 مؤكدا أن مجريات العملية الانتخابية بجميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمنية، وأن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستورية. كما أدلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بصوته في الانتخابات حيث اطمأن على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي. كذلك أدلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بصوتها معربة عن شكرها لكل المصريين بالخارج لحرصهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ رغم ظروف انتشار فيروس كورونا. وخلال إدلائه بصوته أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن المجالس النيابية المنتخبة هي التي تعبر عن رأي المواطنين في كل القضايا وتعمل على اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم. وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم رسالة خاصة للشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وإعطاء أصواتهم لمن يستحق لتشكيل مجلس نيابي يصون أمانة صوتهم. كما وجه المستشار لاشين إبراهيم رسالة إلى جموع الشعب المصري دعاه فيها لضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن تواجد الناخبين بكثافة أمام لجان الاقتراع رسالة للمجتمع الدولي بوعي المواطن المصري ودوره في ترسيخ ديمقراطية بروح وطنية عالية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من إحدى اللجان في محافظة الشرقية مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، كيف تبدو الصورة لديك الآن بعد يعني إعادة فتح اللجان مرة أخرى لاستقبال الناخبين؟ من كافة المؤسسات المعنية هنا بمحافظة الغربية للتسهيل 77% من سكان محافظة الشرقية يتمركزون في القرى، أما يعني 23% من السكان هم في الحضر، لذا نجد الكتلة التصويتية الأكبر تكون في القرى والمناطق الريفية بمحافظة الشرقية. نعرف أن محافظة الشرقية هي الكتلة التصويتية الثالثة بعد محافظتي القاهرة والجيزة يعني بعدد ناخبين 4,407,000، وكان هناك أيضا بالفعل في الصباح الباكر إقبالا كثيفا من الناخبين على لجان الاقتراع في مجلس الشيوخ 2020، وايضا بعد عوده هؤلاء المواطنين او الناخبين من حقولهم سوف يتوافدون ايضا في المساء على لجان الاقتراع. معي عينه من الشباب الذين حرصوا على المشاركه في انتخابات مجلس الشيوخ، سوف نتعرف منهم على اهميه المشاركه في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. وانا اتعرف بحضرتك الاول كريم اسامه، كلمني بقى اهميه المشاركه في الانتخابات، حضرتك شاب وشاف المشاركه دي اهم مهمه بالنسبه لك كمستقبل وطن؟ طبعا مهمه اكيد طبعا، لو مش مهمه ما كانش عملوا مثلا حاجه زي كده. يعني انت النهارده جاي عشان تنتخب وممكن تكون سايب شغلك وكل حاجه؟ اكيد طبعا انا سايب شغله وجايب هدوم الشغل حتى عشان ما فيش وقت شكرا. اتفضل اتعرف بحضرتك الاول محمود محمد، كلمنا عن اهميه المشاركه في مجلس الشيوخ وشاف مجلس الشيوخ ده حاجه مهمه كغرفه ثانيه للبرلمان. والله بصراحه يعني عشان مستقبل البلد، يعني البلد تبقى فيه تطور طبعا وكده، وعشان المستقبل حتى الاجيال الجايه ان شاء الله تبقى ايه الدنيا متظبطه اكتر من كده شويه. بس يعني انت شايف مجلس الشيوخ ده هيبقى ليه اهميه ك ك ك كمجلس ان هو يناقش القوانين ايضا ويبدي رايه فيها باذن الله؟ طبعا يعني دي ان شاء الله ان شاء الله.
انت كشاب طموحك ايه، وشايف ان الانتخابات دي ممكن مثلا ان هي تفرز عن نظام تشريعي كويس؟ والله يعني ايه، مش عارف اقول لك ايه، يعني ديت حاجه يعني ان شاء الله في المستقبل تبقى حاجه حلوه ان شاء الله. يعني تقعد عليك كشاب يعني؟ ان شاء الله باذن الله تقعد علينا وعلى على الاجيال الجايه كلها ان شاء الله. اشكر حضرتك جدا، يعني هذه الكلمات البسيطه هي تعبر عن الشباب الذين يتمنون المستقبل الافضل للبلاد دائما. يعني ايضا اذا تحدثنا عن بعض التفاصيل الخاصه بالعمليه الانتخابيه هنا داخل محافظه الشرقيه، النظام الفردي مرشح عليه 47 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد في النظام الفردي، اما نظام القائمه فيعني هناك قائمه واحده هي التي يعني استوفت الشروط، تلك القائمه هي القائمه الوطنيه من اجل مصر. يعني القائمه الوطنيه يترشح فيها 15 مرشحا، منهم 7 مرشحين من محافظة الشرقية، ويعني محافظة الشرقية تقع ضمن إقليم شرق الدلتا الذي يضم محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد ودمياط. إذا نحن نتحدث عن 14 مقعد ينتظرون محافظة الشرقية في يعني مجلس الشيوخ القادم 2020. أشكرك شكرا جزيلا أشرف مبارك، كنت معنا مباشرة من محافظة الشرقية. أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت يوجه رسالة للداخل والخارج بأجواء الاستقرار التي تحياها البلاد. جاء ذلك خلال الإدلاء بصوته ظهر اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تعقد على مدار اليوم والغد. وقال جبر إنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم ودول المنطقة بفعل الحروب والأزمات وفيروس كورونا، فإن مصر تستكمل المشروعات الاقتصادية وتجري في نفس الوقت انتخابات مجلس الشيوخ يعقبها النواب في ماراثون ديمقراطي طويل يؤكد وقوف البلاد على أرض صلبة. أدلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي. وقال زين عقب الإدلاء بصوته إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ التشريعية الثانية. وأضاف زين أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات الفنية والهندسية لقيام جميع أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة. المسيرة السياسية وجميع أركان الدولة، وفي الحالة دي لازم على المواطن اللي هو ينزل بدوره هو كمان ويكون عنده الوعي السياسي للعملية الانتخابية، وده اللي احنا بيدفعنا هنا اللي احنا نبتدي نتكلم في جميع المراحل وتكملة الأركان الخاصة بالدولة والعرس الديمقراطي السياسي. الدولة واخدة جميع الإجراءات الاحترازية وتم التأكيد عليها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، وإحنا بقالنا أسبوع في حالة وعي للمواطن على أساس نعرفه دوره وعملية الدخول للجان الانتخابية هتبقى عاملة إزاي. إحنا بنحاول نعمل عملية ضبط للمعايير الإعلامية الخاصة بالعملية الانتخابية باستحقاق مجلس الشيوخ والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات. واحنا بقالنا في اسبوع في حاله من الاجتماعات الاجتماعات التنظيميه بنضع المعايير الخاصه بالمراحل الانتخابيه وخروج الشكل سواء المرئي او المسموع او الصحفي بالشكل الخاص بالمعايير. أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبو الدهب بالدقي. ودعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الانتخابي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات وممارسة حقهن الدستوري والإدلاء بصوتهن. وقالت مرسي إن كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة في العملية الديمقراطية ترسم مستقبل بلدها بيديها لاستكمال مسيرة العطاء والإخلاص لوطنها. أدلى المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة الجيزة القومية. وحث الشربجي المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بالنزول والإدلاء بصوتهم. يواصل المواطنون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والتي انطلقت منذ 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، وتجرى الانتخابات على مدى يومين تحت إشراف قضائي كامل. ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت لانتخاب 200 عضو في المجلس المؤلف من 300 مقعد.
وسط قيود مفروضة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، انطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات الجمهورية، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع. وتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مظلات ومقاعد أمام اللجان وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كافة التجهيزات الضرورية للتيسير على المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. وقام رؤساء اللجان الفرعية وبحضور أعضاء اللجان ومندوب المرشحين بفتح أبواب اللجان أمام الناخبين عقب وضع الأحزمة البلاستيكية لتأمين صناديق الاقتراع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر الخاصة بفتح اللجان لاستقبال الناخبين. وفي محافظات الجمهورية وصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم، ففي محافظة المنوفية تم فتح 515 مقرا انتخابيا و619 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان لاستقبال نحو 2,688,280 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم. وتم توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بالإضافة إلى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية. وفي الغربية تم فتح 804 لجان للتصويت في الانتخابات لاستقبال 3,327,350 ناخبا ممن لهم حق التصويت، وجهزت المحافظة جميع اللجان الانتخابية بالكامل لاستقبال الناخبين وتلافي أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية. وفي مرسى مطروح فتحت اللجان الفرعية بالمحافظة البالغ عددها 142 لجنة أبوابها أمام الناخبين مع بدء التصويت لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي من بين 5 مرشحين، والتصويت على قائمة واحدة فقط هي القائمة الوطنية من أجل مصر. وتجرى الانتخابات في الوادي الجديد في 60 لجنة انتخابية موزعة على مراكز المحافظة لاستقبال 177,714 ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات. وسيكون مجلس الشيوخ جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، وسيضم 200 عضو منتخب و100 عضو يعينهم الرئيس، وهناك نحو 63 مليون من بين أكثر من 100 مليون مصرية مؤهلون للإدلاء بأصواتهم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هذه المرة من الفيوم مراسل النيل ياسين سيف. إليك ياسين ومستجدات العملية الانتخابية. تحياتي لك في البداية وتحياتي لمشاهدينا الكرام في كل مكان. يعني بالفعل في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، تستمر هنا بمحافظة الفيوم العملية الانتخابية وسط حالة من الانضباط والالتزام من كافة أطراف العملية الانتخابية. محافظة الفيوم والتي تربو مساحتها عن 60,000 كيلو متر مربع تمتلك كتلة تصويتية تقدر بحوالي 2,000,000 ناخب عبر 434 لجنة فرعية موزعون على 327 مركز انتخابي. يعني نشهد في فترة الظهيرة وبعد الظهيرة حالة من تزايد الإقبال هنا على الإدلاء بالصوت والمشاركة في العملية الانتخابية. يعني ربما يرجع هذا إلى أن اليوم هو يوم عمل عادي، ويعني الناخبون يفضلون الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء
فترات العمل الخاصة بهم. من جانبه قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بجولة تفقدية جاب فيها في مراكز محافظة الفيوم المختلفة بمختلف اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون أي معوقات. من جهتها خصصت محافظة الفيوم رقمين للشكاوى والمتابعة عبر يعني عقد وتنظيم غرفة عمليات خاصة بمقر ديوان محافظة الفيوم، بالإضافة إلى العديد من غرف المتابعة والتنسيق بمختلف المراكز. من جهتها الأجهزة الأمنية هنا في محافظة الفيوم تقوم بعملية تأمين شامل لجميع اللجان والمقار الانتخابية في الداخل والخارج، ونلحظ أيضا انتشار الأكمنة الثابتة والدوريات الأمنية. المحافظة هنا يعني استعدت بتجهيز كافة اللجان والمقرات واطمأنت على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة العامة من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل اللجان، وأيضا توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين من أماكن انتظار ووجود كراسي ومياه للشرب، وأيضا بعض المساعدين لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. من ناحية أخرى يعني هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية هنا في محافظة الفيوم يقومون بتسيير بعض السيارات والعربات التي تجوب الشوارع والميادين وتذيع بعض الأغنيات الوطنية والحماسية من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لاستكمال الحياة النيابية والتشريعية في مصر، استمرارا أيضا لمسيرة التنمية والبناء والتقدم. أنا هنا في لجنة مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف، هذه المدرسة قوامها 6000 صوت انتخابي. هذه المدرسة يعني شهدنا حالة من الالتزام التام، لم نرصد أي خروقات أو أي انتهاكات على مدار اليوم. من جهتها قامت محافظة الفيوم قبل بدء عملية الاقتراع بإزالة جميع الدعاية الانتخابية في محيط اللجان حفاظا على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ولمنع أي خروقات تشوب العملية الانتخابية وفق اشتراطات الهيئة الوطنية للانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا ياسين سيف مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من الفيوم. تتابع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز سير عملية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي انطلقت اليوم وستستمر حتى غدا الأربعاء. وقال رئيس الغرفة إن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم. وأضاف الجوهري أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين جميع المحافظات وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، مشيرا إلى أن الغرفة متصلة ب 27 غرفة عمليات فرعية بمحافظات الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرنس والهيئة الوطنية للانتخابات. قامت غرفة العمليات التابعة لوزارة التنمية المحلية بمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية والتأكد من توفر الإمكانيات داخل اللجان لتسهيل عملية الاقتراع للناخبين وتشكيل لجان للمرور لرصد وقائع سير العملية الانتخابية أثناء فترة الانتخابات.
متابعة مستمرة على مدار اليوم لسير العملية الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية تقوم بها غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات باللجان لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، والوقوف على احتياجات العملية الانتخابية بكل عناصرها. العنصر الأساسي فيها هو المواطن، وهو المواطن هو ينزل يدلي بصوته في الانتخابات. وفي سبيل إدلاء الصوت ده عملنا إجراءات كتير جدا، يمكن في اللجان على مستوى اللجان جهزنا اللجان بحيث أنها تتم تطهيرها كل فترة، مش كل يوم، ده على فترات هيتم تطهيرها. اشترطنا طبعا لازم تكون في الإجراءات الاحترازية من الكمامات والأماكن، والتباعد اللي بين العناصر بين الناخبين مهمة جدا، على سنوة عشان خاطر ما الفيروس إن شاء الله بإذن الله يزول، واحنا الحمد لله رب العالمين في اطارنا مع استمرار وعي المواطنين. الحمد لله احنا يمكن الدوله الوحيده يمكن في التنازل، في تعدد تنازلي وليس تصاعدي. الاجراءات الثانيه ان احنا لكبار السن في عمليه، في ناس هناك موجوده لعمليه مساعدتهم في الدخول لجان وخروجها، خاصه في لجان فيها سلالم او كلام زي كده، فاحنا بنحاول ان احنا نسهل لهم الاجراءات دي. غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع وتراقب مع غرف عمليات المحافظات سير الانتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم الدعم الكامل للفرق المسؤولة عن أعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان. الربط منذ أول أمس مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية مع الغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء. النهاردة صباحا تابعنا الخدمات كلها المتواجدة على الأرض، منظومة لوجستية كلها فيما يتعلق بأن كل ما يتعلق بعمليات التطهير والتعقيم، المظلات، البعد الخاص بالتباعد الاجتماعي، فتح واستقرار عمل اللجان في كل اللجان الفرعية في كل المحافظات المصرية، المتابعة مع غرف كمان العمليات اللي موجودة في كل محافظة، وربطها بغرف العمليات اللي موجودة كمان في الوحدات المحلية والمراكز والمدن. غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم تتلقى أي بلاغات قد تعترض العملية الانتخابية، وتقوم بالإشراف والمرور على اللجان بالمحافظات لرصد سير الانتخابات وإعداد تقارير على مدار الساعة. العمل يجري على قدم وساق داخل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية التي تتابع وتراقب وقائع سير العملية الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية، والوقوف على احتياجاتها من أجل تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، ليأتي الدور على المواطن في المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، أحمد ممدوح، النيل. ويتابع انتخابات مجلس الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذا الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والجامعة العربية، وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات. توجه الناخبون بمحافظة الإسكندرية إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة. ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بالمحافظة 4,051,709 ناخبين، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 727 لجنة موزعة على 395 مقرا انتخابيا تم تطهيرها جميعا وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم. كما توجه المواطنون إلى لجان اقتراع انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية وسط إجراءات احترازية مشددة وتواجد أمني مكثف، حيث تم إعداد 996 مقرا انتخابيا تضم 1,163 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 4,004,747 ناخبا وناخبة بالمحافظة. هذا وشهدت اللجان الانتخابية في مدينة شرم الشيخ إقبالا كبيرا، حيث حرص العاملون في قطاع السياحة على التوافد للمشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم، خاصة خلال الساعات الأولى من بدء الاقتراع، وقام العديد من أنصار المرشحين بتوفير سيارات لنقل الناخبين.
وشهدت مدينة الغردقة إقبالا ملحوظا في اللجان الانتخابية، حيث توافد العشرة على صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. هذا وقد اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والمقررة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مع توفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بتنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطيات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية في محيط اللجان الانتخابية ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. في سياق ذاته، انتهت وزارة الداخلية من استعداداتها المختلفة لتأمين عمليات الاقتراع في الانتخابات التي بدأت بجميع المحافظات صباح اليوم. عناصر شرطية مدربة وتجهيزات تقنية ولوجستية حديثة مزودة بها، بما يسهم في سرعة التعامل مع المستجدات الأمنية وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار. هكذا استعدت وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستمر التصويت فيها على مدار يومين بكافة محافظات الجمهورية. مديريات الأمن نشرت خدماتها الأمنية حول مراكز الاقتراع والفرز والطرق والمحاور الرئيسية في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، والتي تعتمد على نشر الدوريات والخدمات الأمنية حولها، كذلك وضع تمركزات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية بالتوازي مع تأمين سير العملية الانتخابية.
درجة التأهب والاستعداد لدى القوات هي القصوى، مع قدرتها وكفاءتها على التعامل الفوري والحاسم مع كل ما من شأنه أن يخل بسير عملية الاقتراع والفرز. كما قامت مديريات الأمن بنشر أقوال أمنية وقوات التدخل السريع والتي تتميز بخفة الحركة وتدريبها العالي وما لديها من جاهزية وقدرة على التعامل السريع مع المستجدات الأمنية، وتجوب تلك القوات محيط اللجان والمحاور الرئيسية لرصد الحالة الأمنية. وأعدت المديريات غرف عمليات تتصل بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، مهمتها متابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم مع توجيه الخدمات الأمنية إلى أماكن محددة عند الضرورة، ما يتيح المرونة والسرعة في التعامل مع المستجدات. الانتشار الأمني وجاهزية وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ يأتي من منطلق حرصها على توفير مظلة من الأمن ينعم في ظلها المواطن بالأمان والقدرة على ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يمثله، فالأمن ركيزة أساسية نحو انطلاق الدولة لبناء نهضتها وتقدمها. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وما زلنا نواصل معكم متابعة الأجواء في اللجان المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مطروح سيد زيد مراسل النيل. إليك سيد، وكيف تبدو الصورة الآن مع مرور أكثر من 6 ساعات على فتح صناديق الاقتراع، ربما انتهاء الكثير من المواطنين من أشغالهم، فكيف تبدو الصورة؟ ليلى، تحياتي لكم، تحياتي لمشاهدي قناه النيل الاخبار. في البدايه انا احب ان نود ان نذكر هنا ان في محافظه مطروح استحقاق انتخابي جديد هنا بيمر في محافظه مطروح، وهو مجلس الشيوخ والذي من خلال حوالي 143 لجنه ومركز فرعي من خلال 8 مدن. في البدايه نحب ان نؤكد ان هناك مفاجات كبيره او تربطات كثيره هنا بين العواقل والشيوخ من خلال عدد من الشباب المتقدم، وهنا كانت المفاجأة الأولى وهو تقدم عدد كبير من الشباب على 5 مقاعد الفردية، بالإضافة إلى عدم نزول المرأة للمرة الثانية على التوالي هذه الانتخابات، بالإضافة أيضا إلى أن هناك مرور كبير وتواجد كبير من محافظة مطروح في توزيع الكمامات والإجراءات الاحترازية التي يليها اللواء خالد شعيب و اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، اهتمام كبير، بالإضافة إلى غرفة العمليات المتابعة على مدار الساعة حوالي 6 ساعات مرت على بدء عملية الاقتراع في مجلس الشيوخ. هناك التزام كامل من الناخبين وهناك عدم وجود أي خروقات حتى هذه اللحظة. للتعرف أكثر على هذه غرفة العمليات ومتابعة أيضا لما يحدث هناك، معنا اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة مطروح. سيادة اللواء، عاوزين نتكلم حضرتك لو تشرفنا، عاوزين نتكلم على غرفة العمليات، وهل تم رصد أي مخالفات يا فندم؟ لا، الحمد لله رب العالمين. إحنا خلال اليوم ان شاء الله طبعا النهارده وبكره الاستحقاق بالنسبه لانتخاب نعتذر مشاهدينا عن ضعف الصوت من المصدر، وأشكرك سيد زيد مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من مطروح.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسخر جميع إمكانياتها وجهودها لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخراً. جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشيل عون. التقيت بالتو بفخامة الرئيس ميشيل عون لأنقل له تعازي مرة أخرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على حادث التفجير، وتأكيد مرة أخرى وقوف مصر كتفا بكتف بجوار الشعب اللبناني الشقيق لتجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة. العلاقات التاريخية الراسخة فيما بين الشعبين المصري واللبناني تقتضي منا أن نعطي الأولوية لتسخير كل الإمكانيات المتاحة في مصر لتجاوز الشعب اللبناني الشقيق هذه الأزمة والتعامل مع الأولويات الخاصة بتداعياتها. نحن نرى أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة في كافة المجالات، نوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية وأيضا الجسر البحري لمفات الاحتياجات الخاصة بإصلاح ما تم إتلافه وإعادة الإعمار، وعندنا كل استعداد للوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق. وختاما لبانوراما النيل نذكركم مشاهدينا بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى على مستوى الجمهورية. إلزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وإجراءات مشددة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ. ختام بانوراما النيل، المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. متابعتنا الإخبارية مستمرة دائما معكم على شاشة النيل، فابقوا معنا إلى اللقاء.